أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية تسهم في الاستفادة من فرص التوسع في إضافات الوحدات السكنية، وبالتالي معالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة التي كانت ترصدها الوزارة والجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات ذات الصلة يشمل جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها، والذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة بناء على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة وعدد من منتسبي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات. طبعا الاشتراطات حافظت على الإطار العام، وعلى سبيل المثال حافظت على المناطق الخضراء داخل الوحدات السكنية وأعطت رونق خاص لها، ووحدت الفورمة المعمارية لهذه البيوت. طبعا راح يكون استخدام تجاري محدود بحيث أن يخدم سكان المنطقة، وفي نفس الوقت يساعد في تغطية تكاليف الصيانة لهذه البنايات العمارات من خلال الإيرادات اللي راح تجي في هذه المشاريع. وستسهم التعديلات الصادرة ضمن القرار في تسهيل استصدار تراخيص البناء وفق متطلبات واحتياجات الأهالي، مما يدعم تيسير أعمال البناء تبعاً لمتطلباتهم وتطلعاتهم، حيث أن الاشتراطات الجديدة شملت تنظيم عدد كبير من القسائم السكنية التي لم تكن متاحة في السابق للقسائم عدا منطقة مدينة حمد والصادرة باستثناء ما تضمنه القرار رقم 6 لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق التابعة لها. تعلن نادي القابضة عن الافتتاح الكبير لفرع ديفاكتو في مملكة البحرين، يقع المتجر الجديد في موقع استراتيجي داخل مجمع السيف. الافتتاح المترقب يعكس التزام مجموعة نادي العميق تجاه منطقة الخليج وعشاق الموضة فيها. خلونا نتابع مجريات هذا الافتتاح. يقدم فرع ديفاكتو مجموعة كاملة من الملابس العصرية والميسورة التكلفة للرجال والنساء والأطفال، ويجسد تصميمه العصري والمبتكر رؤية ديفاكتو المميزة من المجموعات المختارة بعناية إلى تجربة التسوق السلسة. تم تصميم كل عنصر بعناية لإبهار وإلهام المتسوقين في مملكة البحرين وتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها، معروفة بتصاميمها العصرية ومفاهيم المتاجر المبتكرة وقيمتها التي لا تقارن. طبعاً إضافة ديفاكتو لشركتنا إضافة جديدة في البحرين، وكون ديفاكتو لها سمعة طيبة بين الناس وتعرفها في زمن سابق، كذلك يتوفر في ديفاكتو النوعية والأسعار المناسبة للجمهور. ارتأت نادي القابضة أن تكون السيف في المرحلة الأولى، كون أن المكان أقرب للناس في مملكة البحرين. إضافة أخرى أن نادي القابضة ستتوسع أيضا في ديفاكتو في البحرين، في مراسي، كذلك في مواقع أخرى في البحرين. ونادي القابضة أيضا لها الأحقية في فتح والتوسع في المملكة العربية السعودية، وهذا سيكون بإذن الله تعالى في الربع الأول في 2025. طبعا الافتتاح اليوم احنا فخورين فيه، وكان افتتاح جدا مميز. ديفاكتو من العلامات البارزة في قطاع التجزئة، والحمد لله الفرع اللي افتتحوه في مجمع السيف هو أول فرع لهم في البحرين. وطبعا اللي يميز ديفاكتو هو براند معروف في قطاع التجزئة، المنشأ ماله تركيا،
يعني من يعتبر من العلامات البارزة في قطعة أجزاء. تستعد ديفاكتو لجذب الجمهور البحريني المهتم بالموضة، إن التزام ناد بالجودة ورضاء العملاء سيجعل من فرع ديفاكتو وجهة لابد من زيارتها لكل عشاق الأناقة في المملكة. افتتاحنا لديفاكتو براند تركي معروف، الكواليتي راح يكون نفس الكواليتي اللي موجود في تركيا، ما في شيء متغير عليه. عندنا توسع إن شاء الله في البحرين وفي السعودية وإن شاء الله في الإمارات بإذن الواحد الأحد. الإقبال الحمد لله جدا ممتاز والأمور طيبة وما شاء الله أنتم ما تقصروا. وإن شاء الله عندنا بيزنس بلان كبيرة إن إحنا نفتح أكتر من فرع هنا، هيكون عندنا الفرع الأقرب بعد فرع السيف فرع مراسي مول. الفرع ده 1500 متر، البراند فيه كل أنواع الفاشون، الوومن، المان، الكيدز. يمثل افتتاح فرع ديفاكتو علامة بارزة في خطة ناد القابضة للاستراتيجية للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي مع خطط قريبة للتوسع في المملكة العربية السعودية. تعمل إدارات وزارة الداخلية المعنية على اتخاذ كل ما يلزم في إطار الاستعداد للعام الدراسي، فبجانب الإجراءات التنفيذية تأتي هذه الجهود انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية لطلاب المدارس، وذلك للحفاظ على سلامة الطالب خلال العام الدراسي. وتم خلال الحملة فحص اشتراطات السلامة مثل وجود طفايات الحريق وجهاز إنذار الحريق، والتأكد من جاهزية المدرسة لتنفيذ عملية الإخلاق وقت حدوث الحريق لا سمح الله. وتتمنى الإدارة العامة للدفاع المدني أن يكون عام دراسي خالي من الحوادث والحرائق، متمنين السلامة لأبنائنا الطلبة. وفي هذا الإطار تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بحملات تفتيشية على المدارس للتأكد من اشتراطات السلامة في المدارس، والحملات التوعوية لرفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بالتعليمات والأنظمة والإرشادات التوعوية من منطلق دورها الإنساني ومسؤولياتها في حماية السلامة العامة.